الآن وحصريا استديوهات أحمد توفيق اللي سمع بأخلاقه وطيبه نما في فعله الطيب رمى كبد المعادي والضديد جاب الشهادة من فخر يا حي راس به صوت مبروك بعداد المطر يلي لك المجد التليد يلي لك المجد التليد يلي لك المجد التليد بدأت بسم الله تعالى محيي الحياة رب المنى سبحانه جل وعلا بسمه بدينا بالقصين من بعدها ذوق الحصن قابل ولا مثله مثل نجل الخاوي جبت الجزل يستاهل البدع الجديد أحمد توفيق اللي سمى بخلاقه طيبه نما في فعله الطيب رمى قد المعادي والوجود جاب الشهادة من فخر يا حي راسم به صدى مبروك يقلب لها الشدة رخا وعلي خلفه مرتخى يلا عسى عمره مديد يا لعبي هو حضاب الطيب وغيره ما نرضى توفق نحزب راع الوفا بالطيب له علم ورصيد بالطيب له علم ورصيد بالطيب له علم ورصيد هذا ابن المعزب يبعد متعلي مثل الجدي يفداه كل عفن الردي توفق راع الراي السيدي من لابتن يوم الوغى عشان اللغة كان العدو ثار وطغى جوله مطوع تلعينيد عيال المعزب لابته عند الشداي ثابته كل المكارم جابته تاريخهم جزل وعدي تاريخهم يشهد لهم من جود وطيب بهم انفهم اللي ما فهم عن المعزب علمنا كي تمت قوة في سقتها عن احمد توفيق ارسلتها يستاهل اهلا قلتها لعيونه نجيب الجديد وافتارها صلوا على رسولنا سيد المنى نبينا محمد الى يوم يسمى بالوعيد يوم يسمى بالوعيد بدأت بسم الله تعالى محيي الحياة رب المنى سبحانه جل وعلا باسمه بدينا بالقصيد من بعدها ذوق الحصن قاف ولا مثله مثل نجل الخاوي جبت الجزل يستاهل البدع الجديد احمد توفيق اللي سمى بخلاقه طيبه نما في فعله الطيب رمى قد المعادي والمزد جاب الشهادة من فخر يا حي راسم به صدى مبروك بعداد المطر يلي لك المجد التليد تباشروا يا عزوته وتفاخروا في وقفته بني من سرته اليوم هذا يوم باخوانه حزامه رقى عندها قوته لا منها قا يلا عساهم للبقى اللي لهم بس يشيع محمد له محزام ظاهر والمحزام الاخر علي اخوانه له محزام ظفر مقافهم دايم فيه محمد لا من انت خا يقلب لها الشده رخا وعلي خلفه مرتخى يلا عسى عمره مديد يا لعاد هو حضاب الطيب وغيره ما رضى توفق محزب راع الوفا بالطيب له علم ورصيد بالطيب له علم ورصيد بالطيب له علم ورصيد هذا ابن المعزب يبعد متعلي مثل الجدي يفداه كل عفن الردي توفق راع الراي السيدي من لابتن يوم الوغى معزب لاشان اللغى كان العدو ثار زبلابته عند الشداي ثابته كل المكارم جابته تاريخهم جزل وعدي تاريخهم يشهد لهم من جود وطيب بهم انفهم اللي ما فهم عن المعزب علمنا كي تمت قوة في سقتها عن احمد توفيق ارسلتها يستاهل اهلا قلتها لعيونه نجيب
والنور على رسولنا سيد الملأ نبينا محمد إلى يوم يسمى بالوعيد يوم يسمى بالوعيد يوم يسمى بالوعيد. شيلات الفرح قصائد شعرية حسب الطلب مواليد